عقد لقاء الجمعة في ديوان الشيخ عبد الكريم لحويان بمنطقة المجابلين بالعاصمة عمان. حضره سماحة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى وعدد من الوزراء السابقين ووجهاء وشيوخ العشائر والشخصيات الوطنية الأردنية والفلسطينية. الشيخ عبد الكريم لحويان رحب بالحضور بديوانه وتحدث عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة. نرحب بسماحة الشيخ الجليل عكرمة صبري إمام مسجد الأقصى، وأحنا نقدر جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على الوصاية الهاشمية على القدس. واسمحوا لي نقرأ الفاتحة على شهداء الأردن وشهداء فلسطين وتركيا اللي استشهدوا بالزنزال وسوريا وكل الأمة العربية الإسلامية، اسمحوا لنا نقرأ الفاتحة عن روحهم. سماحة الشيخ عكرمة صبري تحدث عن مقاومة الفلسطينيين للاحتلال ودفاعهم عن المقدسات وعن شرعية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. مترابطان ارتباط وثيق تاريخيا وحضاريا وإيمانيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي الوقت الذي نصلي معا في الأقصى بعد تحريره إن شاء الله، وليس ذلك على الله ببعيد، وأن الإفساد الذي يقوم به الاحتلال هو يقرب من إنهائه، لأنهم يفسدون في الأرض الفساد الكبير، ونحن لم نقايض، سنبقى ملتزمين بحقوقنا الشرعية التي قررها الله سبحانه وتعالى من 7 سماوات. قرار الله لا مجال للتنازل عليه. نحن بوجودنا هو وجود إيماني، ليس بقرار من مجلس الأمن ولا بقرار من هيئة الأمم، وأن التكريم الذي يقوم به الإخوة الكرام في العشائر الأردنية هو تأكيد على محبتهم للأقصى وتكريم للأقصى، وأن تكريمي هو موهب إلى الأقصى، وأيضا يدل على تمسك الأردن بهذه المقدسات وبالوصاية الهاشمية. الدكتور زكريا الشيخ رئيس مجلس إدارة مجموعة الحقيقة الدولية الإعلامية تحدث عن رمزية وجود الشيخ صبري أمام المسجد الأقصى، المسجد الذي ترعاه عيون الهاشميين وعين جلالة الملك عبد الله الثاني، وأن الصهاينة أعداء الدين يقومون بحفريات تحت المسجد الأقصى ستتسبب بإنهياره عند وقوع أي زلزال. أقول بأن رمزية وجود الشيخ عكرمة صبري إمام المسجد الأقصى رمزية عظيمة لمكانة المسجد الأقصى، هذا المسجد الأقصى الذي ترعاه عين الهاشميين، ترعاه عين جلالة الملك، يرعاه الشعب الأردني والفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. نحن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما يحدث الآن فتنة عظيمة، المسجد الأقصى مستهدف. تعرض المسجد الأقصى لعدة زلازل في التاريخ، أيام العباسيين عام 774، أيام الفاطميين عام 1033، وبعدها الزلزال الكبير الذي وقع عام 1748 وعام 1837 وعام 1927 والآن عام 2023. طوال هذه الزلازل الكبيرة التي حصلت، 6 زلازل كبيرة، لم يتعرض المسجد الأقصى لخطر الهدم.
الصهاينة هؤلاء أعداء الدين ماذا يقومون الآن؟ بحفريات تمكن أي حركة زلزالية لوقوع المسجد الأقصى. هم ينتظرون أن يسقط هذه المسجد الأقصى. لا قدر الله، دمار المسجد الأقصى هو الهدية الكبرى لهؤلاء الصهاينة. حقيقة علينا نحن أن نعود إلى الله عز وجل حينما نقول وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سنة الاستبدال في الإسلام سنة عظيمة، علينا ألا نستبدل كقوم نحمي المسجد الأقصى والأمة العربية والإسلامية وعرين الدين الإسلامي. وزير الأوقاف الأسبق الدكتور وائل عربيات قال إن اللقاء مع الشيخ عكرمة صبري يمثل رمزية محبة الأردنيين والعشائر الأردنية للمسجد الأقصى، وتعبير صادق عن حب الأردنيين للقدس الشريف. شخص يمثل شخصه الكريم ويمثل رمزية المسجد الأقصى المبارك، فهو مربوط بقضيتين، بأنه الشيخ عكرمة صبري وبأنه إمام المسجد الأقصى المبارك. وما هذه اللقاءات من أبناء عشائر الأردن جميعا من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه إلى وسطه إلا تعبيرا صادقا عن محبة أبناء هذا الأردن للمسجد الأقصى المبارك. وزير الأوقاف الأسبق الدكتور هايل داوود قال إن الشعب الأردني روحه معلقة بالأقصى، وإن العشرات من أبناء العشائر الأردنية استشهدوا وقدموا أرواحهم للدفاع عن المقدسات. الشيخ عكرمة صبري شيخنا الكريم، لا شك أنكم في زياراتكم المتكررة إلى بلدكم الثاني الأردن ترون وتدركون كم هذا الشعب الأردني الكريم متعلق بالمسجد الأقصى المبارك. روحه جسده في الأردن وروحه في المسجد الأقصى المبارك، تتواصل هذه الأرواح اليوم هنا مع أرواح الآلاف من الأردنيين الذين استشهدوا في ساحات المسجد الأقصى المبارك وعلى أسوار مدينة القدس المباركة. ومن هذه المنطقة التي نحن فيها فضيلة الشيخ، العشرات من البلقاويين أبناء هذه العشيرة الكريمة والعشائر الكريمة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن القدس والمقدسات.